مساء الخير سيدي. أهلا بك. عادت الأجواء إلى الهدوء النسبي في منطقة الطيوني. قصر العدل لم يشهد أزمات أو مناوشات أو اشتباكات، لأن أغلب المتوافدين إلى التظاهرة لم يصلوا إلى هناك. هدأ الوضع مبدئيا، لكن لا يعرف ماذا سيحصل خلال هذه الليلة. ثمة حديث عن تجدد اشتباكات بمكان آخر في منطقة الحدث وكفرشيمة، وهي منطقة تماس ما بين المسلمين والمسيحيين إن صح القول. طيب، أين سيصبح؟ نعم، تفضل. يعني هل تكشفت خيوط من يقف وراء هذه أو تأجيج هذا الوضع اليوم؟ الأمور واضحة لمن يراقب جيدا ويعرف الأرضية على الساحة اللبنانية. هناك حزب الله وحركة أمل دعوا إلى التظاهرة من أجل اقتلاع المحقق العدلي. يمروا في خط سير هذه التظاهرة، يمر في مناطق نفوذ القوات اللبنانية. حديث القوات اللبنانية وخطاب رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع قبل أيام يقول صراحة أن الشارع سيواجه بالشارع. يقول أيضا أنه لن يسكتون إذا تعرضت المناطق لأي اعتداءات. وحتى على صفحات التواصل الاجتماعي مناصرين القوات كانوا يمهدون إلى رد فعل من هذا النوع من خلال نشر بعض الصور وإلى ما هنالك. أيضا هم في المقابل لم هناك، يتبنوا بشكل مباشر هذا الموضوع، نعم، لكن الأشياء تقرأ بتفاصيلها من يعني بطياتها واضحة. طيب أستاذ عماد، أيضا كان هناك تصريحات للوزير السابق علي حسن الخليل بأن كل الخيارات مفتوحة وأن مسار التحقيق يهدد بدفع لبنان إلى حرب أهلية. إذا ما حدث اليوم كان له أرضية سابقة. طبعا ما حصل اليوم كان له أرضية سابقة، وكانت الأحزاب تهيئ له. حتى الجيش اللبناني انسحب من الضاحية الجنوبية، وانسحب قبل ذلك ب3 أسابيع تقريبا. انسحب من النقاط التي كان يتمركز فيها تحديدا في هذه المنطقة. لماذا انسحب؟ يقال أنه حزب الله طلب الانسحاب من هذه المناطق من باب أنه لا يريد جهات محسوبة على الأمريكيين في الضاحية الجنوبية. الرئيس التنفيذي لمجلس شورى حزب الله الشيخ صفي الدين قال كلاما مشابها، أنه نحن قادرون على اقتلاع أدوات الولايات المتحدة من لبنان، وسوف تشهدون على أمور مختلفة. اليوم حزب الله رسم لنفسه هدفا هو تنحية البطار أو اقتلاعه من التحقيق. هل سيكون ثمن ما حصل اليوم، الدم الذي أريق في الشارع اليوم، هل سيكون ثمنه تنحية البطار أو استقالة البطار أو اعتزال البطار؟ من غير الواضح، بس ولكن أنا تقديري الشخصي أن الأمور لن تهدأ إلا بعد عزل البطار عن التحقيق، لأنه صعب جدا أن حزب الله يتقبل هذه الصفعة التي تعرض لها اليوم بسهولة. عزل كان البيطار أستاذ عماد، يعني أليس هو من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، يعني هي وليس بيد الحكومة، وبالتالي عزل قاضي ثاني في مجريات تحقيق مرفأ بيروت يؤدي إلى عدم ثقة الشارع اللبناني حتى بالقضاء. عزيزي، أساسا الشارع اللبناني لا ثقة له بالقضاء ككل. جاء القاضي بيطار ليرسم مسارا مختلفا في أذهان الناس، ولهذا الرأي العام اللبناني حاليا يلتف بأغلبيته حول البيطار، وإن كان هناك بعض الملاحظات والمخاوف التي تتعلق باستهداف بعض الشخصيات أو التهدئة مع آخرين. هذا تفصيل آخر مش رح نخوضه، بس ولكن التحقيق بشكل عام أو القضاء بشكل عام لا ثقة اللبنانيين بالقضاء، والتدخلات اللي عم بيظهرها حزب الله بالتحقيق تقول أنه ربما قد يكون متورطا بمكان ما، أو هو خائف من أمر ما ربما قد يصل إليه التحقيق. حتى اللحظة حزب الله ليس متهما، بس ولكن هو متهما بحماية حلفائه من التحقيق بشكل عام،
خصوصا حلفائه من حركة أمل، لأنه في وزيرين وهو يتهم أنه يستنسب البيطار في السياسة، وإن كان هناك بعض الملاحظات كما ذكرت على أداء المحقق العدلي. طيب أستاذ عماد، يعني سؤال أخير، قبل قليل لحظات كان هناك مؤتمر صحفي أو حديث إعلامي للرئيس اللبناني ميشيل عون يقول أن التحقيق بما حدث اليوم سيجري وسيكون كما التحقيق بانفجار مرفأ بيروت. يعني برأيك هل تطبق المقولة العامة التي تقول يعني أعطيني عمر لما عرفت النتائج؟ طبعا طبعا، واضح انه التحقيق بشكل عام رسمت له حدود، ممنوع ان يخرج اكثر من الحدود اللبنانية، وان صح القول اللعب هو في الداخل، ولهذا نرى ان التركيز يتم على شخصيات هي بعداد المقصرين وظيفيا، ولكن لم يطلعنا التحقيق حتى اللحظة بشكل رسمي من أتى بهذه الباخرة، من خزن البضائع. هناك 3 قضاة متورطون في إنزال البضائع على أرض المرفأ بيروت، لم نعرف، ما يعني الرأي العام لا يعرف ما هي أسماءهم وماذا حل بمحاكماتهم. اليوم يتم التركيز على السياسيين، وكأن ثمة جهات تريد التركيز على السياسيين حصرا، وإن كانوا يتحملون مسؤولية التقصير، أنا لا أنفي هذا الأمر، بس ولكن القضاة الذين أمروا بإنزال البضائع ما مصيرهم؟ أنا بتقديري رئيس جمهورية في مأزق كبير، هو يصر على السير بالبيطار لاستكمال التحقيق، وهذا يقدم مشهدية مسيحية، عذرا أتكلم بلغة طائفية، بس ولكن بلبنان هذا هذا واقع واقع الأمر. صح. هذا واقع الأمر، هو لا يستطيع تنحية البيطار لأنه هذا سيضر صورة حزبه المسيحي والشعار الذي يرفعه هو وصهره، أنه أنا حامي المسيحيين في لبنان. ومن جهة أخرى هو عاجز عن مواجهة حزب الله الذي يعتبر حليفه، وهو من أوصله إلى كرسي الرئاسة في بعبدة، وصهره يطمح أن يكون مرشح حزب الله بخلافته في بعبدة. لفت ميشيل عون، نعم مأزق كبير، نعم مأزق كبير يقع فيه رئيس جمهورية. نعم الصحفي عماد الشدياق، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات وهذا التحليل، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك.